السوسه واحد المرض اللي هو حديث، يعني نقولوا عليه حديث لان واحد 300 عام 400 عام ما كانش تسوس ديال الاسنان ما كانش تسوس ديال الاسنان، لان الناس ما كانش هاد الكميه ديال السكريات اللي كيتناولوها اللي كيتناولوها الناس دابا من حد مع تطورات العصر اكزاكتومون مع تمدن انه ولا ما كانش قبل ما كانش الفورس، كان كلشي كياكل القمح، يعني هاد الفورس اللي غافين ليك غير السكر، يعني اللي هو اللي كيكون كنقولوا ليه حيد منه كلشي فيه غير السكر فيه السكريات، ما كانش الوجبات سريعه، ما كانش هاد الحلويات الاوليه يعني ماشي ضروري اني كناكل الحلوه غنمشي ناخذ الفانيد مثلا اولا لي بونبون، راه كناكلوا السكر بزاف الحوايج، راه ماشي غير هذاك الفانيد ولي بونبون، هذاك راه هو نقولوا ستاج الاخر ديال الحلاوه ولكن راه مني كتاكل الخبز الابيض، مني كتاكل حتى دوك الحلويات اللي هي نورمالمون راها مالحه ولكن راه مصيبه بالفورس فعلا، ومني كتاكل لي شيبس اللي انت بالنسبه لك راهم مالحين، راه هذاك الشيء راه فيه سكريات. طيب فاذا خصنا نردوا البال مع اي حاجه كناكلوها، وانا دائما فيما كنهضروا على الاسنان كانوا جاي واحد رساله الناس اللي كيسمعونا، راه التداوي اولا العلاج ديال الاسنان مكلف جدا، اللهم نتهلاو في السنان ديالنا، اللهم نتهلاو في السنان ومن غير تكلفه، كاين اللي ما عندوش مثلا مشكل ماديات ولكن راه وانت دائما كتقولي راه ما عمر السنه الاصليه ما كتعوضش بشي حاجه، يعني باش تعوض السنه ديال سيدي ربي راه خاصك ليها شحال، وشوف فالعلاج كياخذ وقت طويل. هادشي علاش اليوم حنا بغينا نتعرفوا على السوسه بالضبط شنو هي دكتوره، واش السوسه نوع جوج واش ثلاثة ديال الأنواع، وشنو هي السوسة كتركيبة؟ دابا نتوما كأطباء ملي كتقربوا كتشوفوا السوسة شنو كتلقاو فيها؟ هذه نقطة مهمة، لأن دابا الناس شنو كيصحاب لهم؟ أي نقطة كحلة راها سوسة. هادشي اللي كيبان لهم، أي نقطة كحلة سوسة. ألوغ أطباء الأسنان حنا ما كنشوفوش نقطة كحلة ولا حنا كنشوفوا هذيك السوسة، لأن السوسة فيها إلا بغينا يعني نصنفوها كاين بزاف ديال المعايير نقدروا نصنفوها. حنا التصنيف اللي ندويو عليه اليوم هو المكان تاع السوسه، فين كاينه السوسه، عاد كاين تصنيف اخر سوسه فين واصله. اييه الوغ السوسه كاينين فيها اماكن، المكان الاول واللي شائع بزاف هو اللي كيكون في الدراس الفوق، هذاك هو اللي كيشوفوا الناس كيقول لك راه عندي مثلا كتبان لي كحوليه، كيجي كيقول لك راها سوسه. الوغ هذه النقطه نشيروا ليها، انا ماشي اي كحوليه وماشي اي خط كحل عندنا في الدراسه ديالنا كيعني كاين تسوس، لان كاين بزاف الناس اللي كنشوفهم في الفحص كيكون عندهم سكون ابيل غير ديزانفيلتراسيون سيون، يعني ان ديك يعني السوسه حنايا باش نحفروها الطبيب باش انه يحفر السوسه خاصها تكون اصلا محفوره، يعني خاص يكون واحد ثقيبه. طيب تكون ثقيبه الذات، مني ما عنديش ثقيبه ما عندي لاش نحفرها، هادو هما اخر اللي خاص تكون سوسه، ماشي سوسه هذه ماشي سوسه سي جوست اون انفيلتراسيون، يعني مثلا شي بعض الناس كتكون عندهم ديك الخطيط ما بين الخطيط ديال وسط الدرصه، هذوك الحفرات ماشي حفرات، المهم هذوك لي سيون كيكونوا شي مرات فيهم تلون تصبغ كحل، كيسحب لهم راه هذيك سوسه، هذاك راه ماشي سوسه، هذاك غير تصبغ، ولكن يقدر يكون سوسه، غير واش كل اللي غادي يعرف واش انها سوسه ولا ماشي سوسه سي الطبيب. الوغ ملي كتكون عندنا هاد السوسه اللي كنقولوا النوع الاول اولا لا كلاس اون اللي كتكون في لافاس اوكلوزال، يعني كتكون في هذوك الدريسات في الوسط ديالو، ملي كتحل فمك كيبان لك ان عندك هذاك واش كونابيل لا كلاس اون، اول نوع تاع تسوس كيكون في الدراس. هاد النوع تاع تسوس في الغالب كيجي من الناس اللي كياكلوا ماكولات كتعلك كتلصق، يعني الناس اللي كياكلوا نقولوا مثلا الحلوى قبل ما ينعسوا، البسكوي قبل ما ينعسوا، شيبس خصوصا قبل ما ينعسوا، كنأكد على قبل ما ينعسوا لانك تخلي لي الوقت الكافي للسوسه تاخذ راحتها، يعني داك الحوايج اللي كيتعلقوا اللي كتلصقوا، لان لا سيرفاس تاع الدرصه ماشي رطبه، ماشي ليس، ماشي بلات، فيها حفيرات، فيها تقيبات، فيها دي سيون، فيها واحد البلاصه طالعه واحد البلاصه هابطه، يعني هذاك هو البلاصه اللي ملي كتكون شي حاجه كتعلق كتلصق فيها. ومني كتلصق اذا كان الواحد كيحك سنانو هذيك كيف ما كنقولوا خف نزربن وصافي وغادي يمشي ينعس، ما كياخذش الوقت باش انه ينظف مزيان، كتبقى لاصقه هذيك المأكولات وكتعطينا تسوس من بعد. طيب وهذا الشيء علاش نرجعوا عاود لواحد النقطه، اننا بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم 6 سنين فما فوق واللي كيكون عندهم انان ديسكاريو كبير، شنو هو انان ديسكاريو؟ يعني ان هذا الوليد من صغره ملي كان عنده درصه الحليب وعنده سوسات بزاف، يعني كتلقى ان درصه الحليب كلهم ديالهم سوسين، ملي كينوضوا ليه دراس ديال 6 سنين لي دون دو 6 اون اللي ما كيتبدلوش اللي هما بيرمانونط اللي هما دراس دائمين، الطبيب الاسنان كينصح الام ولا الاب ان هذا الوليد يدير لي سكون ابيل ان سيلاند، اللي هو كنعمروا هاد لي سيون هاد الحفيرات اللي كاينين في الدرصه بواحد الماده بور بريفينير لاباريسيون دي كاري، باش ما ترجيناش السوسه هاد الدراسات قبل ما يجيهم تسوس. علاش؟ لان ما هاد الوليد جاتو سوسه في دراسه الحليب تا عنده واحد القابليه اولا، ثانيا ان يمكن لي جين
اليمونتير يعني الطريقه باش كياكل فيها واحد العدد تاع السكريات كبير اللي كيخلي انه كيتسوس. فبالتالي باش نحافظوا على هاد الدراسه الدائمين وباش نتفاداو ان تجيهم السوسه حتى هما كنحاولوا نعمروا هادوك لي سيون هادوك الحفيرات بواحد لو برودوي باش ما تجيناش التسوس. لان اي وليد ولا اي زعما انسان كبير كياكل داكشي اللي كيتلصق وكيتعلق فكتجيه السوسه هذه من النوع الاول كنابيل لا كلاس 1 في الدريسات فكتبدا في دوك الحفيرات. هاد السوسه في الغالب الناس كيردوا ليها البال يعني باغي الا كان شي واحد يعني كيشوفها الا حل فمه كتبان ليه ديك الساعات كيقدر يجي عند الطبيب. وهاد السوسه كتاخذ وقت كبير باش انها توصل لنا العرق باش انها يعني الواحد يبدا يحس بالحرق. يعني كنظن انها السوسه خاص الواحد يشوفها راسو او لا بعض الخطرات ملي ما كتعطيش الحرق كنقولوا صافي هذا هو المشكل هذا هو المشكل ولكن ما خصناش نخليه واحد توصل تعطينا الحرق. طيب. يعني كل ما حيدتيها وهي باقا عاد باديه كيكون العلاج بلا بنج بلا والو في حصه واحده والسنه ديالك كتحافظ عليها. هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو اصعب نوعا ما هو السوسه اللي كتجي ما بين الضرسه والضرسه. هاد السوسه اللي كتجي ما بين الضرسه والضرسه سكون ابيل لا كلاس 2 هادي في الغالب كتجي ماشي لحقاش الواحد كياكل ماكولات كتعلق ولكن لحقاش الواحد ما كينظفش مزيان ما بين السنه والسنه ما كيستعملش المكملات اللي هما اللي كندوي عليهم ديما الخيط والشيطه الصغيره. لان ملي كننظفوا السنان ديالنا بالفرشاه ديال الاسنان هذيك البلاصه اللي ما بين السنه والسنه ما عندش الفرشاه كيفاش توصل ليها بطريقه جيده. راه تقدر الا حكيتي مزيان وكانت الفرشاه فرشاه ادابتي تقدر تحك لك هذيك ولكن ماشي بحال الا دوزتي الخيط ولا الا درتي هذيك الشيطه الصغيره ما بين السنه والسنه. هاد السوسه هادي الخطوره ديالها انها ما كتبانش انها ما كتبانش في المراحل الاولى ديالها. يمكن حتى الطبيب الا مشيتي عنده وما ردش البال اولا ما دارش واحد النوع ديال الاشعه يقدر ما يشوفهاش الا كانت في المراحل الاولى ديالها. هذا هو المشكل ديالها انها ما كتبانش في الاول. يعني ان الواحد كتبان لي سنتو راه هي هذيك الا ما كانش كيمشي عند الطبيب بشكل دوري كل 6 شهور يدير الفحص ديالو والطبيب حتى هو ما كياخذش الوقت وما كيديرش زعما ما دارلوش الاشعه باش يشوف هذيك. يعني الراديو هو اللي غيبين هو اللي الا كانت في المراحل الاولى الاولى اذا كتبان انت كتوصل لمراحل متاخره تبدا الواحد مثلا يقول لك راني فاش كناكل بارد بشويه كنحس بشويه الحريق اولا فاش كناكل التمر مثلا في رمضان اولا في عاشوراء ولا هذا كيبدا يقول لك راني فاش كلت مره كنحس بشي حاجه ما هيش. هذا كيعني ان كاين واحد العمليه تاع التسوس اللي موجوده اللي كاينه اللي خدامه واللي الواحد ما رادش ليها البال. وهذا النوع تاع التسوس بالزربه كيوصل العرق لان هذيك البلاصه صغيره وفما كتكونش كتحك مزيان. يعني ان لو بروسيسوس كياخذ وقت قصير باش ان هذيك السنه ان ديك السوسه توصل لنا العرق وتعطينا الحرق. والا جا الواحد في الوقت اللي انه ديجا وصلت له العرق وبدات كتعطيه الحرق اللي هو مجهد مثلا مخلاتوش ينعس في الليل ولا هذا فكيكون ديك الساعات وصل انه خصو يقتل العرق لهذيك السنه ولا هذيك الضرسه. نعم. باقي شي نوع اخر غنتكلموا باقي الخير النوع الثالث هو اللي كيجي ما بين السنه والسنه ولكن في السنه القداميين هذا السنه القداميين لي زانسيزيف والكانين كيكون عندنا واحد ما بين السنه والسنه. الوغ هذا في الغالب الواحد كيرد ليه البال في الغالب كنقول في الغالب من غير ان في بعض الاحيان كاين اللي ما كيرد ليهش البال لانه كيكون شي مرات بادي من الداخل ما باديش من برا بادي من الداخل ما كيبانش. هذا النوع هذا حتى هو عنده الخطوره ديالو لانه من غير التسوس ومن غير انه يقدر يوصل لنا العرق ويعطينا الحريق وياكل لنا السنه كاين الجانب التجميلي. انا ملي كتقيس لينا السوسه السنه القداميين خاص فريمون يعني نحاولوا وماكسيموم ان هاد السوسه تكون دار التشخيص ديالها في واحد الوقت مبكر باش نتفاداه ونقتلوا العرق. لان الا قتلنا العرق السنه القداميه راها كتزرق راه كيتبدل اللون ديالها. ياك ثاني حاجه كيكون في العماره ديالها يعني خاص العماره تكون دارت بواحد الطريقه تجميليه باش ما يبانش الفرق ما بين السنه وما بين العماره وان الواحد يقدر يكمل حياته بشكل عادي. غير هو اللي بغي نشير لي ان هذيك العماره اللي كدار القدام راها ملي كديرها مثلا في واحد لانستونتي في واحد النهار راه هذاك اللون اللي درتيها في هذاك النهار ما غاديش يبقى هو راه غيتبدل ليها اللون مع الوقت. يعني ان ضروري ملي غديرها راه غتعاودها من مورا عام من مورا عامين من مورا على حساب نتايا والطريقه ديال الحكام ديالك والتنظيف ديالك والاكل ديالك شنو فيه. انا ديك العماره كتشرب الالوان اللي كيكونوا في الماكولات ولا هذا وكيتبدل اللون ديالها. يعني الا درتيها خصك تعرف ان راه من بعد غادي تبدل ليها اللون وغادي خصها تبدل. النوع الرابع هو ماشي التسوس هو فاش كتهرس الناس القداميين من القدام يعني كيتهرسوا ولا كيطيح عليهم الواحد غالبا كيكون انهم تهرسوا. هادو حتى هما خصنا نردوا لهم البال يمكن نطرقوا لهم في موضوع اخر لي تروماتيزم تاع السنه القداميين لانه موضوع مهم موضوع كبير.
حتى هما خاصهم يتعالجوا بالطريقه الصحيحه على حسب شحال ديال الوقت باش طرا له تروماتيزم. يعني كاين فيهم واحد البروتوكول اللي خاصو يتبع باش انهم يتعالجوا. النوع الخامس اللي هو نوع نقدروا نقولوا شائع بزاف والناس ما كيفهموش هو فاش كتجي السنه باش كتجي السوسه عفوا في البلاصه ما بين ما بين ما بين اللحم ديال السنان يعني في الكولي. دابا تخيلوا السنه هي قدامكم في البلاصه الفوقانيه اللي قريبه للحم السنان، راه كاين بعض الناس كتكون عندهم سوسه الفوق يعني ماشي في الجنب ماشي لداخل ماشي يعني ما بين البلاصه اللي عاد نايضه فيها السنه ما بين الاول الحرف الاول تاع السنه اللي قريب للحم السنان سكون ابل لو كولي، يعني السنه في داك الحرف ديالها اللي غتبدا اللي غتبدا اللحم تما كيبدا التسوس. الوغ هذا التسوس صعيب نوعا ما. علاش؟ لانه يقدر يكون تسوس يعني هو تسوس يعني ناتج على الماكولات، وهذا واحد اللي كيشرب مثلا المشروبات الحمضيه بزاف، هذا المشروبات الغازيه اللي كتكون حمضيه بزاف، اولا كاين اللي كيعجبو مثلا ياخذ فنيده ويحطها ما بين كيخليها ما بين الحم ما بين اي كيبقى يدور فيها كيبقى يدور فيها في السقف هذا كيخلي اطول فتره ممكنه باش كتبقى لاصقه على السنه وكدير مفعول كبير ديالها. كيف ما كيجي للناس اللي كيحكوا بواحد الطريقه نقدر نقول عنيفه، هذا هو اللي كيحكوا بواحد الطريقه عنيفه اللي كيحكوا بواحد الطريقه عنيفه ما كيكونش تسوس، كتكون بلوس اون ايغوز، يعني هو بكثره ما كيحك كيحك سنانه بحال كتشد واحد نقدروا نقولوا واحد الرخامه اللي هي زوينه ليستي وكتبرقها تحك فيها تحك 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 كتبردها كتحكها اليوم غدا بعد غدا بعد غدا يعني مع الوقت حتى كتحفر كتلقى اولا اللحم هرب على السنان، ثانيا انها تحفرات. وهاد السوسات اللي في اللي في اللي في سكون ابل لو كولي اللي كيكونوا في السيرفيكال كيكونوا شويه صعب في التعمار. علاش؟ لان ما كاين لان ملي كنعمروا راه لصقه كنلصقوا واحد الماده اللي هو لو كومبوزيت، وهاد اللصقه خاصها تلصق في واحد كل ما كان لو تيسو يعني لي ماي باقي تيسو صحيح مزيان، وكان عندنا بزاف ديال لي فاس كل ما كتلصق مزيان. هادي ما كاينينش بزاف ديال لي فاس فاش انها تلصق، يعني ان حتى في التلصاق ديالها كيكون شويه صعيب. وحتى الناس اللي كيكونوا مثلا من بعد بغاو يديروا لي فاسيت كيجي صعيب باش انها فاسيت تلصق فداك البلاصه، لان كيكون حيد لي ماي كامله وصل لها يعني حك سنانو مزيان هذيك الطبقه ديال العاج اللي هي قاصحه وليا حنا كنبغيوها تبقى في الجوانب باش انا نلصقوا عليها هذاك لو كومبوزيت ويكون صحيح. كيكون كالها كامله. يعني من هذا المنبر الله يخليكم نتفاداو نحكوا بزاف سنان، ماشي نحكوا بزاف دون لو سونس انا نحكوا يعني بزاف المرات في النهار، ولكن الطريقه ديال الحكان خاصها تكون مزيانه، والنوع تاع الفرشات اللي غادي تشري واللي غادي تحك به خاص يكون مناسب للحاله ديالك. يعني الا انت خاصك واحد الفرشات اللي هي ميديوم اللي هي متوسطه راك تشريها، خاصك شي وحده اللي هي رطبه سوفت تاخذها، خاصك شي وحده اللي هي رطبه بزاف اكس خاصك راك غادي تاخذها. يعني على حسب النوعيه ديال اللثه ديالك وسنان ديالك طبيب كيخرج لك الفرشات اللي هي مناسبه. والفرشات مني كتشنتف مني فوالا راه خاصنا نبدلوه، ما كانش بقى تحك بواحد الفرشات اللي هي الشعر اولا داك الشعيرات ديالها مشاو هذاك غير كتاغريسي غير كتهلك في اللثه ديالك وفي السنان ديالك فعلا. طيب سعاد من مدينه مراكش كتقول لي واش كاينه السوسه البيضاء؟ والسؤال الثاني واش التصبغات ديال الاسنان الفوقانيين اللي كتكون على شكل كالكير اسود واش هادو سوسه ام كالكير؟ دونك السؤال الاول هذه نقطه مهمه. سوسه البيضه سوسه البيضه ديما كنسمعها عنده سوسه البيضه. الوغ اللي خصنا نعرفوا ان كاينين سنان اللي كيكون فيهم دي طاش بيضين ديك هذيك لاطاش البيضه عندها بزاف ديال تقدر تكون بزاف ديال الحوايج. تقدر تكون انها اولا تكون ابيلا فلوغوز. لا فلوغوز هو واحد المرض اللي كيجي واحد المرض تاع الاسنان اللي كيجي من الاستهلاك المفرط للفلور. يعني ان الناس اللي كيستهلكوا الفلور عندنا في يعني ضياغ الفلور يمكن خصو ليه حلقه بوحديته، لان دابا ولاو عليه بزاف ديال الهضره مضرب لا تيرويد كيدار لا تيرويد ما قدرتش نستعملوه. دابا ولاو الناس اللي كياخذوا معاجين بلا فليور بلا هذا، المهم نطرقوا ليه بوحديته. الوغ في الناس اللي كيستهلكوا الفليور بزايد، يعني مثلا الماء راه فيه الفليور، كاين الناس اللي في واحد المناطق اللي عندهم الفليور زايد في الماء كتجيهم لا فليوروس كنا بلا فليوروس. هاد لا فليوروس فيها مراحل. المرحله الاولى هي هاد لاطاش البيضاء يعني الا كانت لاطاش فليوروس. كاين السبب الثاني انها كتكون اون ديمينيراليزاسيون، يعني ان غالبا كتكون عند الوليدات. الوليد مثلا فاش كان صغير طاح ولا شي حاجه في واحد المرحله اللي كان فيها التكون، يعني مثلا نقولوا في 3 سنين ولا عامين يكونوا شي ولاد مثلا كيطيحوا ديك الساعه كتكون عنده غير سنان الحليب ولكن راه كتكون السنه الدائمه
في طور العمين غير في طور التكوين في طور يعني ان الميناء ديالها كيقصح كيقدروا يعطيونا واحد لطاش بيضين مني كتنوض ليه السنه يعني كتعني ان في هذيك البلاصه الميناء ما قصحش مزيان وبقى ليه ناقص في القصحيه في هذيك البلاصه. ثالث حاجه تقدر تكون السبب هي من مور التقويم ديال الاسنان بلي باغ. الناس اللي كيديروا التقويم ديال الاسنان بلي باغ وضيق هنا راه بزاف الناس كيقول لك خرج عليا ما خرجش عليا. التقويم في حد ذاته ما كيخرجش عليك راه هو غير محطوط بو الا كان محطوط بطريقه صحيحه واللصقه مديوره بطريقه صحيحه هادشي كامل كنعتبروا بانه راه دار مزيان. ولكن الناس اللي ما كيكونوش كيحكوا سنانهم مزيان ملي كنحيدوا لي باغ كيقدروا يكونوا عندنا هاد لي طاش البيضين يعني ان في هذيك البلاصه خصوصا في السنان القداميه لان ما كيكونوش كيحكوا مزيان وكتقعد تجمع الماكله ملي كتحيد هذاك لا باغ كتلقى ان كاين واحد لي طاش بيضين جوستمون ديال دي مينيراليزاسيون يعني ان هذيك البلاصه راه عاد تبدا فيها سوسه يعني كون خلاها شويه ولات كون تحفرات طيب وكاين الناس اللي كيحيدوا كيلقاها تحفر كيلقى زعما فريمون تحفرات من التحت الوغ هاد لي طاش البيضين اللي هي دوات لك راسوسه البيضاء على حساب السبب اللي هو فيه كيف ما كاين نوع رابع اللي هو الامياش يعني انك تكون عندنا واحد الدميني غاديزاتون ولكن ما كتكونش غير في السنه القداميه كتكون حتى في الدرسه اللورانيه كيكونوا دو طاش هذا سبب رابع. دونك ملي كتمشي عند الطبيب وكيدير الفحص ديالو وكيدير يعني كيسولك وكيعرف هاد الوليد هذا ولا هاد السيده هاد لاطاش البيضاء من امتى هي كاينه واش كتبدل في اللون واش كتكبر واش كتصغر كيقدر يحط واحد التشخيص وعلى حسب التشخيص اللي كاين كيقدر يدير واحد العلاج. غير هو النصيحه اللي ننصح الناس انه هذيك لاطاش البيضاء ما كنحفروهاش ما تحفرش يعني الا كانت اون ديمينيراليزاسيون حنا كنبداوها بالعلاج تاع المينيراليزاسيون على ما شويه تقصح ونقدروا نديروا لها واحد العلاج اخر اللي سكون ابل اون انفيلتراسيون باريزين يعني ما كتحفرش كدير واحد البرودوي اللي السنه كتشربوا باش كتبدل لون كترجع اللون الطبيعي كترجع بلوز اوموان يعني ديك لاطاش كتبهات شويه ما كتبقاش بيضه بهذاك الشكل كتبهات شويه وكتبقى تعاود هذاك الانفيلتراسيون حتى مع الوقت كتقدر انها ترجع لونها الطبيعي. غير هو ماشي علاج مره في الحياه يعني خصك تبقى غير هو ما خصش تحفر يعني لان كنشوف بزاف 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 دايوغ شفت هاد السيمانه واحد شابه 16 عام اللي مشات حفراتها ما لاطاش البيضه ما كتحفرش خاصنا نشوفوا السبب ديالها شنو هو والطبيب كيدير لك العلاج والعلاج في الغالب ما كيكونش بالحفير. ام اكرام كتقول لك دكتوره فاطمه زهره ولدي عنده 10 سنين وهاد السنينات اللي بدل دابا بداو كيتسوسوا ليه واخا تيحكهم مزيان هاد المسألة ديال تنحك سناني مزيان ولكن كتخرج ليا السوسة فين تيكون يعني المشكل؟ يعني سناني نادو ليه جداد بدل لأنه 10 سنين بداو كيتسوسوا ألوغ هاد النقطة ديما كنسمعها ولكن خاصنا نعرفوا واش طريقة الحكان مزيانة ولا ما مزياناش وواش زعما واخا كيحك سنانو واش كيحك سنانو غير مرة في النهار ولا جوج مرات في النهار ولا ست مرات في النهار واش كياكل بزاف ديال المأكولات اللي هي كتلصقوا فيها السكريات هادو هما العوامل الاولين ولكن ومن بعد ملي كنشوفوا ان مثلا كاين الوليدات اللي كيحكوا سنانهم مزيان وهادشي باش كنعرفهم كيحكوا سنانهم مزيان راه كيجي عند طبيب كنديروا له واحد لو تيست كون ابل ما عرفتش واش عمرنا دوينا عليه سكاب اسكون ابل لو ريفيلاتور دو بلاك لا يعني ملي كيكون الوليد مثلا كنوريه طريقه الحكه المره الاولى كنوريه طريقه الحكه المره الثانيه وكنجي كنلقى ان مازال الحكان ما هو شنو كندير له كاينه واحد الفنيده كتكون كتباهي صراحه في الصيدليات ولكن كتكون عند طبيب الاسنان فنيده بونبون فنيده هي ماشي حلوه المهم هي فنيدة. داك تقول الوليد ايفا لا سوسي امسها هي كتكون بحال غوز كتلصق في كاع البلايص فيهم لا بلاك يعني ملي كي مسوي سالي اي بلاصه ما محكوكاش مزيان كتلصق فيها كتولي عطيك الغوز كتقول الوليد هاك شي تنحك سنان كيف ما موالف كتحك وانا وريته المره الاولى وريته المره الثانيه يعني ما يمكنش يعني كاينه شي حاجه ما هياش كتقول له حك سنانك هاك حك سنانك في العياده من بعد كتعطيه هذيك كنقول له هذا غادي يوريني كاع البلايص اللي حكيتي والبلايص اللي ما حكيتيش اي بلاصه كتشرح له ان اي بلاصه بيضاء راه حكوك مزيان اي بلاصه غوض راه حكوكاش مزيان كياخذ هذيك الفنيده كيديرها كيتصدم غالبا شنو كنلقاو جوج سنينات القداميين محكوكين البلاصه اللي ما بين اللثه اللي ما بين لاجانسيف وسنان ما حكوكاش كيوصلش ليها ودرات اللورانيين ما محكوكينش طيب الكو عند بدو راحك راحك سنانو مزيان هو ملي كيشوف هذاك الشيء كيفهم غالبا ملي كدير واحد التكنيك نقول له 80% ديال الوليدات كيرجعوا يحكوا مزيان كيفهموا بانه هذاك الشيء اللي كيسحب لي راحك راه ما حكوش وديك الساعات كتعطي شي ثلاث سنين وكتقول له دابا بهذا الشيء غتحيد لي كاع هذا الغوص ملي غتحيد كاع هذا الغوص يعني راك حكيتي مزيان طيب مزيان هاد الطريقه دونك كيبدا هو يفهم لان الطريقه الحكان مهمه لان بزاف الوليدات كيدير لك
صافي وكيمشي صافي راه دوز على زربانين زربانين وخصوصا وباقي حتى ما عارفينش بالقيمه باقي ما عارفينش بالقيمه يعني وسورتو ما كي يعني الاولاد كيفهموا داكشي اللي كيشوفوا يعني واخا تبقى انت تحلم عليه تقول ليه البكتيريا وتقول ليه لابلاك وتقول ليه راه ما مغسولاش مزيان هو راه ما فاهمش ولكن مني كيشوف بعيني 80% ديال الوليدات كيفهموا مزيان هذه الفكره في الصراحه كيفهموا بانه راه هاد البلاصه حكي كنحكى هاد البلاصه راه ما كنحكاش راه خصني نزيد نحكى طيب هذه النقطه الاولى كتبقى واحد نقولوا 10% ديال الولاد اللي كيكونوا عندهم واحد العوامل خارجيه زايده اللي هي مثلا ان فمهم ناشف انهم كينعسوا حالين فمهم هادو واحد العوامل اللي كتزيد الا غاف كتزيد الطين بله يعني الا كان هو كياكل مثلا المأكولات السكريه وكيزيد انه كينعس فمه محلول راه شفاف في الفم كيعطينا تسوس بطريقه كبيره يعني الا فمنا بقى محلول كينشف كاين اللي كينعس الدراري كينعسوا فمهم محلول لان مثلا ما كيقدرش يتنفس من النيف ولا هذا تقول لك كاع اللي كيتنفسوا من فمهم كتلقى عندهم كتلقى اللثه ديالهم مريضه الي انفلامي ديما وكتلقى عندهم واحد التسوسات كثر يعني خاص هذا المشكل يتحل يعني واخا يحك واخا يحكمانو مزيان قبل ما ينعس أيه. وكينعس فمه محلول غادي تعطينا غادي تكثر من الحدوث ان جينسوس جينسوسه طيب واخا ان السؤال ديال دليله سؤالها مهم قالت لك انا سناني صحاح ولكن كبرت وانا كنشرب الماء ديال البير فسناني ولاو مخزين بغيتهم يبيضوا دابا هاد التخزيزه اللي كتكون في الاسنان هذه هي اللي دوينا عليها دابا الماء ديال البير بعض المناطق الماء ديال البير فيه الفلويور بزاف دابا الفلويور هو واحد الماده اللي هي مزيانه للسنان شنو كدير هاد الفلويور انا نشرحوها باسكو جات النقطه ديالها دابا في الدفال ديالنا في لاصاليف كاينين دي زيون كاينين واحد لي زيون ديال الكالسيوم ديال البوتاسيوم اللي كاينين في لاصاليف كيدوروا في الدفال ديالنا كيدوروا كاينين ولكن ما كيقدروش يجيو يلصقوا ديريكتومون فوق من السنه الفلويور كيعاونوا الفلويور كتلصق هذا لي زيون ديال الفلويور كيلصقوا مع الكالسيوم مع البوتاسيوم وكيشوف كيلصقوا فوق من السنان كيديروا الناس كون ابل بحال كيريباريو يعني شي بلاصه لان سيدي ربي الحمد لله راه داير لينا الفم ديالنا بحال قلتي كاين اوتو ريباراسيون الا ما كانش شي عامل خارجي اللي كيخربق لينا هذا لو سيستيم هذا كاين اون اوتو ريباراسيون يعني شي بلاصه بدات فيها السوسه راه كاين الا كان الفلويور بواحد لا كونسونطراسيون اللي هي مزيانه اللي هي مناسبه راه كيقدر يريباري لينا مثلا شنو كيطرى ملي كتولي لا كونسونطراسيون ديالو زايده بزاف كيولي كيخرب لينا السنان دونك هاد السنه اللي كتقول لك مخزين سي لا فلويوروز في انستا تيرمينال لان لا فلويوروز فيها مراحل المرحله الاولى هي اللي دوينا عليها قبيله قلنا انها طاش بيضاء من المرحله الاخرى كتولي طاش بنيه فوغ خضراء فوغ مارون داكنا كتكون هاد لاطاج ودايغ راه كنشوفوها عند بزاف ديال الناس اللي في المناطق اللي جوستمون اللي ما هما ما داروا والو غير انهم كيشربوا داك الماء ديما وداك الماء فيه واحد لا كونسونطراسيون واحد التركيز تاع الفلور اللي هو كبير وكيبقاو يشربوه اليوم غدا بعد كيأثر على السنان كيوليو سنانهم فيهم هاد الفلور وشنو الحل هذا هاد لا فلوروز ما كتعالجش بالتبييض الاسنان هذه نقطه لان بزاف ديال الناس كيمشي وكتشوفها كتبان لي هذيك صفوريه ولا مارون ولا كتكون بحال واحد الجون مطرد كيمشي كيبغي يدير لها التبييض ما كتعالجش بالتبييض ما تحيدش لك بالتبييض امبوسيبل يعني كاي واحد كيضيع الفلوس ديالو وكيضيع ويمكن ضر اكثر سنان الوغ هاد الفلوروز العلاج ديالها هو التغلاف ديال السنان يعني انا ما كاينش ما يمكن ليناش نلصقوا فوق منها شي حاجه يعني حتى اللصق حتى لي فاسيت ما كيصلحوش ما كيلصقوش اللي كيبقى هو التغلاف ديال السنان لانك تكون الطبقه ديال الميناء مدمره بشكل كبير يعني فكيبقى انها خاصها تغلف السنان باش تحيد هاد اللون اللي كيكون مخزز كيف ما قالت لي هي نعم طيب فهذه جماليا يعني ميك هي عطات المصطلح اسناني صحاح ولكن مخزين لانه هما ماشي سوسه هذيك سي فلوروس راه ماشي تسوس ولكن ليكسي دو فلور هو اللي يعني زايد عندك الفلور بزاف كيخلي ان اسنانك طبعا راهم صحاح ولكن جماليا هذاك التلون ما يمكنش تحيدوا اي حاجه نعم طيب غادي ناخذوا واحد السؤال مهم ديال واحد الاخ مضحك شويه السؤال ولكن ضروري ما نطرحوه عليك علاش لانه خصنا نفهمه الاشاعات كثيره تيسولك هذا الاخ دكتوره قال لك واش بصح في الشينوا لقاو شي دواء يعيد انبات الاسنان هو الا كان واش مزيان شفت كاين الشينوا في الجابون دابا هذه واحد نقول واحد شهر ولا شهرين كانت بزاف ديال كانوا بزاف ديال الناس كيدوا عليها ودايغ راه كنت واحد الجريده اتصلت بيا باش تاكدوا هذا الخبر الوغ ايفيكتيفمون هادو دراسات كاينين بان كيختاروا واحد الدواء اللي غادي ديروا تنبت سنة نوض سنة نوض كاريمون يعني انت في اي عمر
في اي عمر، ولكن انا غادي نجيو نشرح لكم الوغ هاد الدواء هذا كيمشي كيركز على واحد الانزيم اللي عندنا اللي هو اللي كيخلي اننا ملي كنوصلوا لواحد لي دو دونتيسيون الاولى ديال الحليب دونتيسيون الثانيه بيرمانانت كيسالي داك الانزيم كتقاش داك هما بداو يخدموا على هاد الانزيم باش انه يبدا يخدم باش انا نقدر تنوض سنه غير هما علاش كيخدموا على الناس اللي عندهم دي زاجينيزي. شنو هما لي زاجينيزي؟ ان كاينين بزاف ديال الناس كيتزادوا ما عندهمش سنان. يعني هو مثلا كتلقى بزاف ديال الوليدات كيتزاد ناقصه عنده سنه ولا شي وليد كاين سنه الحليب ما كايناش سنه دائمه ملي كتشوف الراديو. هاد لي بروبليم تاع جينيزي وخصوصا الناس اللي كيكون عندهم دي زاجينيزي ملتيبل، يعني ان كاينين بعض الوليدات اللي عندهم ماشي سنه واحده، كتلقى 4 5 6 سنات ما كاينينش. طيب يعني هاد الوليدات مشكله. دونك هاد الدراسه هادي باديه في هاد النطاق، الناس اللي عندهم دي زاجينيزي يعني ما عمر كانت عندهم هذيك السنه، ودايرين في طور البحث باش انهم هاد التجارب هادو داروا على على الفئران، عطاو نتائج على الفئران، وباقي ما بداوش يديروا التجارب على الانسان. كنتخيل راسنا تاع كبرنا وبدينا كنوضوا سنان وجينا السخانه. هي سي زعما سي نوض سنان صعيب شويه. زكت معبد الواحد يحس بالحريق تاع النياب وطلعوا لي سخانه. نحسوا به في الكبار، نحسوا به عند فهموا الاولى، ولكن هما الدراسه غاده في هاد المجال، لان هاد الناس هادو اللي كيكون عندهم دراسه ناقصين خصوصا لي زاجينيزي ملتيبل، يعني كيكون عندهم بزاف ديال السنان ما كاينينش، طريقه العلاج ديالهم كتكون صعيبه. كتكون صعيبه شويه، لان ملي ما كتكونش سنه ما كيكونش حتى العظم ديالها. وباش ملي كيبغي يجي داك السيد ولا داك الوليد يكمل 18 عام ولا هذا يبغي يركب ديك السنه ما كاينش حتى العظم، دونك خاصو يبدا يزرع العظم هو الاول، عادي يزرع السنه. يعني هاد علاش كتقصدي بالعظم؟ واش العظم ديال السنان الجدر؟ لا، العظم اللي كتكون مغروسه فيه السنه. هذاك العظم اللي مغروسه فيه السنه حنا ملي كنبداو كنقراو كيقول لنا كيحيى مع السنه كيموت مع السنه. يعني انك ملي كتحيد شي سنه ولا ما كتكونش سنه، داك العظم تكون ابي لوس الفيوليغ، ماشي العظم ديال الفك. لان كاين لوس ماكسيلير، كاين العظم ديال الفك، وكاين فوق منه واحد الطبقه ديال العظم اللي هي اللي كتكون مغروسين فيها السنان، اللي ماشي الجدر. ماشي دابا الجدر مغروس في العظم. فوالا الجدر مغروس في العظم، هذاك العظم كنسميوه لوس الفيوليغ، لوس اللي مغروسه فيه سنه. هذاك العظم ملي كتحيدي شي سنه او لما كتكونش عندك شي سنه كيبقى كيتكال. هادشي علاش مثلا الناس الكبار اللي كتلقى مثلا حيد سنان شحال هذا عاد جا بغى يركب تاباري ما كتشد ليه، اي لانه مشى كتلقى عنده لتحت ما بقى عنده العظم لا والو، بقى عنده غير لا ميكوز ديال الحمل، العظم مشى ما كتقبطلو حتى شي حاجه، لان لاباري تاير خاصه العظم باش تقبط. كاش علاش كنقولوا ان هاد العظم هذا ملي كتحيد شي سنه الا ما عودتيهاش داك العظم ديالها مشى، يعني خصك ديك الساعات كل ما تعطلتي كل ما العظم كيتكال، كل ما واحد النهار تنوض من بمور 10 سنين تبغي تعود ما كتلقاش العظم، كتولي خصك تزرع عظم. جيب اون غريف دوس اللي فيها باش تعوض. اذا دابا هادو دراسات مازال في طور، مازال في طور البحث، غير هو الفكره كاينه، زعما كاينه الدراسات كاينين، ولكن اول ناس اللي غادي زعما اللي هما كيفكروا ليهم في هادشي هما الناس اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش سنان، يعني سكون ابل دي زاجينيزي ملتيبل، اللي ما كانوش عندهم عمرهم نادو ليهم. وهذا غادي يكون شي طفره كبيره في العلم. والناس اللي ما عندهم مشكل ديال السنان فعلا، ومن بعد غتبقى على حسب العمر على حسب مشاكل الصحه، ولكن خاص بزاف، يعني ما يمكنش هاد الدواء يجيو خاص واحد لو ركول، خاص سنوات ديال البحث ونشوفوا شنو غادي يطرى من بعد، لان راه يقدر ينوض لينا سنه يوم مور عامين شطره ديك السنه. يعني خصنا نشوفوها كيفاش غادي تنوض، واش غتنوض بصحه جيده ولا غتنوض لينا غير ميكرو سنه ولا. يعني خاص بزاف ديال الدراسات باش اننا نقدروا نجزموا نخرجوا ان كونسنسوس، واحد يعني ملي كيكون دراسه نهائيه، دراسه نهائيه او لا كونكلوزيون لا خاتم نهائيه ان هذا الدواء كيصلح لهذا الشيء. طيب ما عندوش اغراض جانبيه. العلاج ديال تسوس الاسنان دكتوره يختلف على حسب المرحله ديال التقدم، على حسب المرحله ديال تقدم السنه، ولكن تقدم السوسه السنه. التواصل معك دكتوره رقم الهاتف 05 22 36 11 96.